كابتن عبد الله جلال، وكان بيتكلم معايا في الفاصل انه في مشاكل في دفاع نادي الوداد من خلال متابعتك ليه يا كابتن، فقول لي كده المشاكل. والله يعني المشاكل، يعني انا بقول لحضرتك زي ما في الاول كده، قبل كورونا كان في ديربي بين الرجاء والوداد، وظهرت العيوب دي بشكل كبير. يمكن ظهرت برضو عندهم برضو قلبين الدفاع فيهم برضو لعيب كده، يعني يعتبر الى حد ما في قلتلي بطيء شويه، بطيء شويه، وفي نفس الوقت عنده تهور، كان اتحسب عليهم تقريبا ضربه جزاء في الماتش ده. في نفس الوقت حتى في الماتشات اللي فاتت بيبان في الريتم بتاع ريتم الماتش، سواء في ان الفرقه بتاعته، فرقه الوداد، بتخرج من تحت لفوق، سواء ان هو في الحاله الدفاعيه ان هو بيخرج الكوره، في عنده سنه بطء كده. بس عندهم بشكل مميز يعني الباك ليفت بتاعهم حاجه كويسه، ان شاء الله اللي هيلعب في الجبهه دي ان شاء الله يقدر يسد معاه ان شاء الله، ويبقى حاجه مميزه ويعمل عليه ماتش كويس. بس من كلام حضرتك انك مطمن، يعني مطمن للمباراه، مش حاسس ان الوداد بالقوه دي اللي احنا مثلا بنتكلم في عليها؟ في حاجتين مطمنني الصراحه، يعني اولا موضوع الجماهير، جماهير شمال افريقيا دايما بتبقى عامل اساسي مؤثر في ان اي فرقه هناك بتروح، مش عايز اقول لك تخسر او تتعادل، بس يبقى النتيجه في صالح الفرقه بتاعتهم.